بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. بيسأل مولانا الشيخ، بيقولوا له مكان الحضرة الإلهية والنبوية. مولانا الشيخ قال الحضرة الإلهية في باطن العرش وبتنعقد يوم الجمعة، ليلة الجمعة. الحضرة النبوية في غار حراء وبتنعقد ليلة الاثنين. وسألوه مرة قالوا له ليه غار حراء؟ قال لهم لأنه المكان اللي اتعبد فيه النبي صلى الله عليه وسلم هو المكان الوحيد اللي يتحمل كل الأولياء اللي هتحضر في هذا المكان. طيب سؤال تاني بيقولوا له مولانا الشيخ، بيقول هل كل أعضاء الحضرة النبوية اللي هم 124 ألف، لأن هو كان جاوب قال له هم عددهم 124 ألف، يتناقشوا أو عدد منهم يتناقش؟ يعني ال 124 ألف اللي بيحضروا دول، ال 124 ألف دول أنبياء وأولياء، في منهم انتقل وفي منهم لسه حي وفي منهم لسه ما جاش. فقالوا له 124 ألف دول مين اللي بيتناقش فيهم؟ وخلي بالكم المناقشة دي يعني بيتناقشوا فيما يدور في الدنيا، لأن كان شرح الحكاية كده. هو بضيف أنا جملة أو عرفناها من التدارس والدروس إن بينفذوا ما كتب في اللوح المحفوظ. كل اللي اتكتب في اللوح المحفوظ بينفذوه. واحد يسأل نفسه سؤال يقول إيه؟ عفوا، يقول يعني في اللوح المحفوظ موجود إن مثلا يملكوا الدنيا لكفرة أو حاجة زي كده، أو يحصل في المسلمين كذا أو يحصل في المسلمين كذا وكذا وكذا، هم بينفذوا اللي موجود في اللوح المحفوظ. وخلي بالكم اللوح المحفوظ مكتوب فيه لحد يوم القيامة. النبي صلى الله عليه وسلم قال بدأ الإسلام غريبا وينتهي غريبا. يعني هينتهي بإيه؟ الشيخ مرة حكى قال قبل يوم القيامة هيعملوا إيه؟ هيقتلوا كل أهل البيت، كل اللي من سلالة النبي صلى الله عليه وسلم هيقتلوه، وهيعملوا لهم مائدة مسمومة. طب ده مكتوب في اللوح المحفوظ؟ اه. طب هيتنفذ ازاي؟ بالغوص اللي موجود هينفذوا الاحداث دي. اذا الاحداث اللي انت شفتها يمين او شمال او انت شايفها غلط او صح، اعرف ان ده اللي موجود بينفذ. قال حتى الشيخ، قال حتى الاختراعات لما يجي ده موجود في عليه معاني، حتى لما يكون ميعاد اختراع الرصاصة. يعني هو ضرب مثل واحنا قاعدين في الدرس، قال لو يخترعوا الرصاصة والمخترع ما عملهاش لسه، ما عرفش يوصل لها او حاجه زي كده، الاولياء يشوفوا الطلسم اللي موجود في الصين، اللي مطلسم اللي عمله سيدنا ادريس زمان، لان نزل 124 الف علم اللي هو سيدنا ادم، يفكوا الطلسم بتاع الموضوع ده ويزجوه بلغته، حتى بلغته قال يزجوه في دماغ المخترع يعمله، عشان ميعاد الرصاصه هتطلع. يعني ميعاد الرصاصه اختراع الرصاصه. وبعدين اختراع، اي اختراعات بتطلع بتيجي الاختراعات دي بتبقى الاولياء عارفينها وعارفين امتى تطلع. فدي المناقشات كلها اللي بتبقى موجوده، يعني على قد ما احنا قلنا اقل حاجه مناقشات، لكن حاجات تانية كتير بتحصل طبعا جدا جدا احنا ما نعرفهاش. فاذا الحضره الالهيه والحضره النبويه دي للاولياء والانبياء. وهو هيحكي عن التسلسل بقى بعد كده، هيحكي عن التسلسل من اول المريد ما يكون. هنشوف بقى الاجابه بتاعت السؤال، هل كل اعضاء الحضره النبويه 124 الف بيتناقشوا او عدد منهم؟ الشيخ قال كل عضو حضره نبويه عضو حضره الهي، يبقى ال 124 الف اللي هنا هم بيحضروا هنا وهنا، بيكون في كل الحضرتين، يعني بيكون هنا وهنا، لكن الكبار اللي من حقهم يتكلموا، يعني اللي في الرئاسه، يعني السبع المثاني، رؤساء السبع المثاني، سيدنا الحسين، سيدنا الحسن، سيدنا المهدي المنتظر، حاجه زي كده. اللي من حقهم يتكلموا، لكن الباقيين قاعدين للرد فوق فوق. فلو فيهم 100، وخد بالك بقى من الفرق، لو فيهم منا 100 بيتكلموا في الحضره النبويه، يكون في الحضره الالهيه بيتكلم 10. اذا في الحضره النبويه بيبقى المناقشات ب 100 يتكلموا ممكن، لكن في الحضرة الإلهية الموضوع أقل جدا، لأنها حضرة فيها تجليات إلهية أساسا. رئيسا هنا رئيسها النبي، وهنا رئيسها النبي. خلينا يكون في الحضرة الإلهية بيتكلموا من 100 بيتكلم 10. في سؤال جه بعد السؤال اللي كان مكتوب فقلت أقوله بالعربي. بيقولوا يا شيخ، والنجم إذا هوى
ما معناها؟ هل هي تجليات أسمائية، يعني تجليات الأسماء الإلهية كلها في قلب المريد؟ يعني المريد لما يوصل لاسم الله وينزل يتعلم الأسماء الإلهية في كرسي 99 اسم، يقعد في كل اسم حوالي شهرين يتعلم الاسم ده بيشتغل ازاي، تخلق بيه ازاي، نظامه ازاي، زي ما سيدنا إبراهيم الخليل قال ربي أرني كيف تحيي الموتى، يعني علمني أنت بتحيي الموتى ازاي، فعلمه من الأسماء الإلهية. بعد كده قال له جيب طير واعمله صلصال وحطه كل حته على، او جيب طير وقطعه وحطه على كل جبل حته، وامرهن انت اللي تامرهم بقى، يعني جرب اهو، امرهن يعني قول لهم تعالى، وهو قطعهم حتت يبقى هيعيد احيائهم تاني. هو هنا علمه يحيي الموتى ازاي بالاسماء الالهيه، وبعدين قال له جرب بقى، امرهم وامرهن يعني قول له انت اللي تامر، قول لهم تعالى، جم طبعا طايرين وهكذا. فالمريد لما يوصل للمراحل دي بيعرف كل الاسماء الالهيه. طبعا ده موضوع صعب جدا وعالي جدا جدا جدا، ولازم يكون تخلص من النفوس كلها، وصل لمراحل عاليه جدا في الذكر على ما يوصل لهذه المرحله، تبقى على زي الشيخ محمد الشيخ ابراهيم مثلا. لكن اظن ما فيش يعني حد يقدر يوصل للمرحله دي، رب كلنا نوصل بجاه الله. فنتعلم تجليات الاسماء الالهيه دي على قلب المريد. هو نزل فيها الايه بسم الله الرحمن الرحيم والنجم اذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى، وبقيت الآن. لكن هو كان معنى كلمة والنجم إذا هوى هي تجليات الأسماء اللي هي في قلب المريد. وشو الشيخ فاتحها قال لقلب المريد، وهي قلب الأولياء مش قلب المريد كمان، بس يعني بيبتدي بيقول المريد يعني في فاء مفتوحة للمجتهدين، مفتوحة من أول ذكر القلب لحد فوق. لذلك سيدي إبراهيم يقول له يا مريدي أريدك في العرش وعايزك فوق خالص. ربنا يا رب بجاه النبي يعني يفتح لنا السكة بجاه النبي. دي نبذة بسيطة. هو بقى بيقول القصيدة اللي احنا جاية دي من انشاد، طبعا مش قصيد الشيخ، لكن هو بينشدها بصوته عن الحضرة الإلهية. فالأولياء دايما بيسموا الحضرة الإلهية بيرمزوا ليها بزينب ومي وليلى، رموز كده تبقى يعني هم يفهموها مع بعض ان ايه في الحضرة الإلهية أو النبوية. فهنسمع من مولانا الشيخ مقطع صغير كده بصوته وهو بينشد عن الحضرة الإلهية، ويلا على صوت مولانا الشيخ الجميل. ليلى 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 لي
قاعد